نفتح صفحة الفن وتحديدا على غرار البرامج الفنية والمسابقات الفنية الأخرى، هناك برنامج نيو ستار، هو برنامج جديد لاكتشاف المواهب الفنية، صور في الناصرة، وذلك لتعويض الفلسطينيين هناك عن عدم تمكنهم من الاشتراك ببرامج مماثلة في العالم العربي. والسبب طبعا كما هو معروف، سبب طبعا حكم الواقع، جواز السفر الإسرائيلي. التصفيات أقيمت مشاهدينا في مركز محمود درويش تحت إشراف لجنة تحكيم تألفت من فنانين محليين. ريما مصطفى لديها كل التفاصيل. يا مهاجرين ارجعوا، غالي الوطن غالي، لبنان حلو مع العيش طبيعية. هؤلاء لم يتمكنوا من اختراق الحواجز لتصل مواهبهم إلى العالم العربي عبر المشاركة في المسابقات الفنية في الوطن العربي، والسبب أنهم عرب يحملون جوازا إسرائيليا، والنتيجة كانت برنامج نيو ستار الذي يقام في الناصرة ويبث عبر قناة محلية. برنامج نيو ستار هو طبعا بهدف لإبراز الطاقات الفنية لفلسطيني الداخل، بما أنه كان في دائما مش رفض بشكل مبدئي لحمل جواز إسرائيلي للمتسابقين في الداخل. دائما كنت يعني أتمنى أنه يصير عندهم برنامج زي ستار أكاديمي وأعلى كمان، أنه عشان أقدر عن جد أشترك فيه ونوصل. في كتير عن جد مواهب ضايعة هون. لسا فاكر قلبي بيدي لك أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان. أنا دايما بطلع ألأم واحد فيكم. ليه؟ دايما ليه؟ يعني ليه؟ لأنه دايما الحكم القرار لا بس بوقع في رقبتي. كل الناس صارت تكرهني. لجنة التحكيم تألفت من فنانين ومثقفين محليين، والتصفيات أقيمت في مدينة الناصرة وتحديدا في مركز محمود درويش. ببارك جدا على هاي الخطوة، على هذا الإنجاز، وفرحان جدا لأنه هذا بيعطي تشانس وفرصة لهذول الشباب اللي منكرين على العالم العربي بسبب وجودنا الجغرافي السياسي. يلي بجمالك ما لقيت ابدا، ما بهوى بدالك يا روحي ابدا. يلي بجمالك ما لقيت ابدا. الإقبال والانتظار والآمال كثيرة، والوضعية السياسية الاجتماعية حتمت على هؤلاء واقعا ليس له شبيه. حكمت الظروف على الفلسطينيين داخل إسرائيل، فانقطعوا عن بيئتهم ومحيطهم العربي بشتى المجالات، وعبر مبادرات كهذه فهم يحاولون خلق وقائع تتلائم مع وضعيتهم السياسية الخاصة. ريما مصطفى، العربية، من مدينة الناصرة. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. ينضم إلينا من الناصرة بروفيسور غاوي غاوي الذي كان عضوا في لجنة التحكيم. سيد غاوي صباح الخير، أهلا فيك في صباح العربي، واسمح لي أبدأ معك بهالدعادي بأنه شاءت الصدف أنك تكون تشبه إلياس الرحباني كمان، مش بس بنفس يعني المهمة. حدثنا أكثر عن، هل اكتشفتوا بالفعل مواهب حقيقية من خلال هذا البرنامج؟ تفضل. أولا أشكرك على هذا الإطراء، وصباح الخير لجميع العرب، ويشرفني أن أكون شبيها لفناننا والموسيقي إلياس الرحباني. المواهب هي كثيرة جدا، وفي الحقيقة لم تسنح الفرصة إطلاقا لإبراز هذه المواهب، وهذه الفرصة الأولى لهم لكي تبرز مواهبهم وتنطلق إلى ساحة الفن المحلية والعربية. طب يعني أكيد هي فكرة جميلة جدا بالفعل تعويضهم ربما عن عدم قدرتهم على المشاركة بمسابقات عربية، ولكن يعني مسار هذه المسابقة عندما تختارون الفائز بعد طبعا مراحل عدة، هل سيكون أو هل هناك خطر بأنه يكون مقيد بالإطار المحلي؟ الحقيقة لا، المقصود هو أن ينطلق إلى الإطار الخارجي أيضا، لأن هذه المواهب المطمورة منذ
فترة طويلة نحن سنعطيها هذا المجال لكي تنطلق إلى الساحة الفنية المحلية والعربية والعالمية، لأن هذه المواهب هي مواهب كبيرة جدا، ونحن لاحظنا أثناء التسجيلات بأن لدينا مواهب في الحقيقة نستطيع أن نفتخر بها افتخارا كبيرا، ونريد لهذه المواهب أيضا أن تحافظ على تراثها وأيضا تنشر هذا التراث الفلسطيني إلى الخارج، وخاصة لخصوصية الأشخاص المشاركين والذين صمدوا في وجه جميع أشكال الاستلاب الثقافي وقرروا أن يبقوا في غنائهم عربيا صافيا تراثيا صافيا. طب سيد غاوي، يعني الواقع المفروض يعني عليكم هو سواء يعني ينطبق على المشارك واللي كان حابب يشارك في برامج عربية مماثلة، أو حتى فيما لو يعني فاز ونجح من خلال برنامجكم، بالتالي فيما لو نجح كيف له أنه ينتشر في العالم العربي وما زال الواقع نفسه؟ يعني نعطي مثال صغير، مثلا فنان محمد بكري ممثل يشار له بالبنان، ولكن ما زال مرفوض من الكثير من جهات الإنتاج في العالم العربي بسبب ما يحمله من جواز سفر إسرائيل مفروض عليه. في الحقيقة أريد أن أقول شيئا هاما، بأننا أصابنا ما يمكن أن يصيب فتاة اغتصبت ونتيجة اغتصابها تبرأ منها أهلها وتركوا المغتصب يلهو لكي يغتصب ويغتصب ويغتصب ويغتصب. نحن في هذه الحالة في الحقيقة نريد أن نوضح بأننا لا نريد أن يتبرأ منا أحد، لأننا شعب صامد على هذه الأرض، ونريد أن نكون مشاركين في جميع الفعاليات العربية لأننا جزء من هذا الشعب، من هذه الأمة العربية. طيب هلا خلينا نعود للمسابقة نفسها. المسابقات العربية بيكون في وراها محطات تلفزيونية كبيرة، شركات إنتاج، شو رح تقدموا للفائز إن شاء الله بهي المسابقة؟ أولا نقدم له الحب، هذا أول شيء، وثانيا ستكون هنالك جائزة مالية قيمة، وثالثا سينتج له مشروع موسيقي غنائي لكي ينطلق به في المستقبل إلى الأمام. طب الموهوبين من يعني خلينا نقول الضفة الغربية بيقدروا انه يشاركوا في البرامج العربية المماثلة، ولكن فيما لو ما سنحط لهم الفرصة في تلك البرامج مسموح لهم يشاركوا في برنامجكم؟ على انت تتكلم عن اخواننا في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ بالضبط. نعم، في السنة القادمة سيفتح المجال أيضا لجميع الفلسطينيين أيضا من الضفة الغربية وقطاع غزة وأماكن أخرى للمشاركة في برنامج نيو ستار. هل سيتم بث وقائع وتطور يعني المراحل المختلفة لهالمسابقة زي ما بنشوف بمسابقات عربية أخرى، الاحتفالات الكبيرة اللي بتكون مرة بالأسبوع مثلا من خلالها بيظهر المشاركين موهبتهم، رح تبثوها على أي تلفزيون حتى يقدروا المشاهدين يشوفوها كمان؟ نعم، هي أولا ستبث على محطة ميكس، وسيكون نعم البرنامج هو برنامج أسبوعي، وسيكون للجنة التحكيم كلمة في اختيار الأشخاص الذين سيكملون المشوار، كذلك الجمهور ستكون له اتصالاته لكي يقرر هو أيضا مع لجنة التحكيم من سيترشح إلى المراحل الأخرى حتى الوصول إلى النهائيات. يعني في بعض البرامج خلينا نقول اللي بيشرف عليه مثلا الياس الرحباني كانوا المتسابقين بانتظار كلمة منشوفك في بيروت، فأنتوا منشوفك وين بتقولوا لهم؟ نحن سنراهم على هذه الأرض، على هذا الوطن، لأننا نحن هنا باقون،
وكما يقول شاعرنا المرحوم توفيق زياد: ما دامت في أرضي زهرة، وما دامت في وطني صخرة، وما دامت في الأرض ترابة، وما دامت في الأفق سحابة، سأعيش وأحيا، سأظل أتجدد إلى أبد الآباد في وطن الأجداد. فسنراهم دائما في وطن الأجداد، لأننا هنا باقون إن شاء الله. وبهذا البيت يعني للشاعر المرحوم توفيق زياد بننهي مقابلتنا معك. شكرا جزيلا لك البروفيسور غاوي غاوي، والذي كان عضو في لجنة التحكيم لبرنامج نيو ستار، وطبعا ما زال. ونتمنى لكم كل التوفيق وللمشاركين كمان. شكرا لكم مشاهدينا، بعد الفاصل نتابع.